أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الحاضرون الأكارم. مع حفظ الألقاب والمقامات جميعا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أستهل حديثي بحكاية، أو بالأحرى مقطع من حكاية. منذ سنوات ليست بالقليلة تشرفت بزيارة سماحة المرجع الأعلى دام ظله الشريف في مكتبه، وحضر آنذاك أخوان لهم استفسار، سؤال يسألان. نحن مجموعة أخوة ونعمل في الزراعة، لنا من الأراضي الزراعية ما شاء الله، ولنا من سيارات النقل للمحاصيل الزراعية، لكن عملنا ومجهودنا واحد، لا يرتضي الوالد أن نتقاسم الوارد. لا يعلم أي واحد منا كم له من الأموال، كلنا نأكل في قدر واحد، في قصعة واحدة، فما تكلفنا؟ كيف نخمس أموالنا؟ سؤال لطيف. سأكتفي من الحكاية بهذا المقدار فقط، فقط أكتفي بهذا المقدار، والقول الآن لي، أرجو الالتفات، المتحدث الآن أنا، ليس أحدا من المكتب أو سماحة السيد بنفسه، فقط أكتفي بهذا المقطع. ماذا يفيد هذا المقطع من الحكاية؟ أن والد الأخوة يقصرهم، يجبرهم على تقليد وعرف معين، فيمكن ألا يمكن أن نجابه هذا الوالد بهذه المقولة؟ لا تقصروا، فأصل المقولة حقيقة وتمام المقولة هو كالآتي: أصل المقولة بتمامها هو لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. يمكن الحكاية أو المقطع من الحكاية الذي قدمت يكون مصداقا لهذه المقولة، وهذه المقولة حقيقة مشهورة، اشتهرت بنسبتها إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لماذا اشتهرت بهذه النسبة؟ لم تذكر في أي كتاب من كتب الأحاديث والروايات والأخبار والسير عن الأئمة عليه الصلاة والسلام، إنما ذكرها ابن أبي الحديد صاحب شرح نهج البلاغة في الجزء 20، ذكرها بعد فراغه من شرح ما أورده الشريف الرضي من كلمات وخطب أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه، قال: نحن الآن ذاكرون ما لم يذكره الرضي مما نسبه قوم إليه، فبعضه مشهور عنه وبعضه ليس بذلك المشهور، لكنه قد روي عنه وعزي إليه، وبعضه من كلام غيره من الحكماء، ولكنه كالنظير لكلامه والمضارع لحكمته، ولما كان ذلك متضمنا فنونا من الحكمة نافعة رأينا ألا نخلي هذا الكتاب عنه، لأنه كالتكملة والتتمة لكتاب نهج البلاغة. فبمناسبة ذكر صاحب الشرح المعتزلي لها، وهو يصرح يقول: ما أذكره الآن، ذكر مجموعة من الحكم، منها مشهور عنه، منها ليس بذلك المشهور، ومنها لحكماء غيره، لكنها تضارع حكمته. فصار عندنا ما يعبر عنه بالأصول علم إجمالي، ربما تكون هذه المقولة منسوبة إليه صلاة الله وسلامه عليه. وكان لابد في هذه الورقة البحثية حقيقة من الإجابة على التساؤلات الآتية: ما المصادر الأخرى غير شرح النهج للمعتزلي التي وردت فيها المقولة؟ ما ألفاظ وكلمات المقولة على وفق ما وردت في مصادرها؟
وما معانيها المحتملة، نسبتها إلى من تنسب على وفق ما ذكرته المصادر المختلفة. هل تشير المقولة إلى نسبية الأخلاق وتغيرها وأنها ليست مطلقة وليست ثابتة؟ هذا الأهم حقيقة. وهل فعلا كما ادعى ابن أبي الحديد المعتزلي أنها تضارع حكمة الإمام علي عليه السلام؟ وأخيرا، هل يمكننا أن نستنتج منها قاعدة تربوية تنسجم مع مبادئ الإمام عليه السلام ومنهجه في التربية، أو لا أقل لا تتنافى ولا تتعارض مع منهاجه؟ حقيقة لماذا تشعرون معي، ربما لماذا طبعا أخذت مساحة واسعة هذه المقولة باشتهارها في كل مكان، في أي مكان يتحدثون عن التربية ربما يتلقفون هذه المقولة ويسلمون ربما أحيانا بسهولة إلى نسبتها إلى أمير المؤمنين. لماذا؟ لا يخفى على الجميع، نحن في عصر نشهد هوة وفجوة واسعة بين الأجيال، فيستشعر المربون حجم هذه الفجوة، فربما يجدون في هذه المقولة ملجأ إليه لتبرير بعض الأمور وبعض المسائل. ونحن الآن إن شاء الله في محاور يكون الكلام، المحور الأول المصادر التي وردت فيها المقولة لنتحقق من نسبتها. طبعا المصادر ذكرتها كلها، لا أقرأ المصادر، وإنما هي ستة مصادر ذكرت غير شرح ابن أبي الحديد المعتزلي، ولكن الحصيلة من تتبع تلك الموارد والمصادر التي تم فيها ذكر هذه المقولة، هذه الحصيلة أنها نسبت إلى ثلاثة: سقراط فيلسوف المعروف اليوناني، أفلاطون، ونسبت أيضا إلى أمير المؤمنين على احتمال ونتيجة لعبارة ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة التي ذكرها قبل شروعه بذكر الحكم المنسوبة. إذن ثلاثة: سقراط وأفلاطون، ووردت بألفاظ أربعة للفعل المنهي عنه، هذا يهمنا. لا تقصروا، وردت بألفاظ لا تقصروا، لا تكرهوا، لا تجبروا. والألفاظ الثلاثة هذه معناها واحد. أما الرابع، هنا تكمن الرابع، وردت بلفظ رابع: لا تقصروا، بفتح التاء، لا وبالصاد، لا تقصروا. الأولى لا تقصروا بالسين، هاي لا تقصروا، فمعناه مختلف، وبه يكون مفاد المقولة معنى آخر غير ما لو كان المنهي عنه واحدة من الثلاثة السابقة. فمعنى لا تقصروا يأتي يعني من بمعنى الاقتصار، من الحصر، من الحبس، يعني لا تجعلوا أولادكم مقتصرين على آدابكم أو آثاركم، وإنما وسعوا دائرة معارفهم التربوية. فمعناها سيختلف عن لا تكرهوا لا تجبروا. طيب، وأقدم المصادر حقيقة يقول لا تقصروا، أقدم المصادر يقول لا تقصروا، لكن يليه في قضية السبق التاريخي يليه يقول لا تقصروا، فهذا مهم جدا لأن سيختلف معنى المقولة. وردت أيضا لفظتان لبيان متعلق النهي: لا تكرهوا أولادكم على ماذا؟ لا تجبروهم على ماذا؟ لا تقصروا أولادكم على ماذا؟ وردت آدابكم آثاركم، آدابكم، وفي بعض المصادر آثاركم، ولم ترد عبارة لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم أبدا. ولكن أيضا كثير من ناقش هذه المقولة ربما يذكر هذه اللفظة أخلاقكم، لا تكرهوا أولادكم على أخلاقكم، ويبدو أنه حكاية منه للمقولة بحسب فهمه، لأن الآداب غير الأخلاق والآثار غير الآداب،
آثار مفهوم واسع، الآداب أضيق منه دائرة، والأخلاق أضيق الجميع. فالآداب تشتمل على القيم الأخلاقية وغير القيم الأخلاقية من العادات والأعراف والتقاليد، وكذلك الآثار أوسع من الآداب. فهذا الذي يناقش ويتشبث بهذه المقولة، ثم حسب فهمه يجعل العبارة أخلاقكم، لا تجبروا لا تكرهوا على أخلاقكم. أبدا لم ترد عبارة بهذا المعنى، إنما ورد آدابكم آثاركم. نعم. ومناقشة ثانيا، هذا كله في أولا، ثانيا في مناقشة مفاد المقولة في نسبية الأخلاق، هل تفيد أن الأخلاق نسبية وليس بثابتة؟ طبعا من الواضح جدا أن سقراط وأفلاطون ليسا من القائلين بنسبية الأخلاق. سقراط هو فيلسوف الأخلاق، فلسفته أخلاقية بالدرجة الأساس وبالدرجة الأولى. سقراط هو الذي نشر تعاليمه للرد على النسبيين، للرد على السوفسطائيين، فلا يمكن أن يكون هو من القائلين بنسبية الأخلاق. وكذلك تلميذه أفلاطون لا يقول بهذا. ومن الواضح جدا من المبادئ والتعاليم الإسلامية في ديننا الحنيف أيضا لا نقول بنسبية الأخلاق فيما يتعلق بالأصول الأخلاقية العامة والقيم والمبادئ الأخلاقية والخلقية العامة، لا نقول بنسبيتها. فلذلك لا يمكن أيضا أن نقول إن على احتمال أنه هذه العبارة وردت لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه، فقطعا لا تعني بنسبية الأخلاق. إذن ماذا تعني؟ على هذه الألفاظ والمفردات التي بينتها بخدمتكم، إذن تعني أصلا أنه باستحضار الحكاية أو مقطع من الحكاية الذي ذكرته. هناك أمثلة كثيرة في الواقع، أمثلة كثيرة يمكن أن تستنتج منها أن المقصود الآداب، لا يقصد لا تكرهوا أولادكم على آدابكم، ليس المقصود بالآداب تلك الأصول الأخلاقية العامة أبدا، يقصد بها الأعراف والتقاليد المتغيرة بتغير، تبعا لتغير وسائل الحياة وأساليبها، تتغير هذه الوسائل، تتغير هذه الأساليب مع التطورات المتسارعة للتقدم التقني وفي كل شيء. يمكن الآداب أو يعني بمعنى الأعراف والتقاليد أن تتغير أيضا، فأنت لا تكره ولدك على أعراف وتقاليد، ليس من النافع أن تبقى كما هي. ونستحضر الحكاية التي كانت مقدمة للكلام. وإذن هذا طبعا كله إذا قبلنا بلفظ لا تقصروا، لا تكرهوا، لا تجبروا. أما إذا قلنا كما في بعض المصادر قال لا تقصروا، يعني بمعنى لا تجعلوهم مقتصرين، فقطعا الموضوع أصلا بعيد جدا عن القضية النسبية. يقول أنه اجعلوا لأولادكم هذه الآداب وزيادة، زيادة تناسب التطور، هذه الآداب المعروفة عندكم وزيادة تناسب التطور، فأطلاقا بعيدة جدا عن النسبية. ثالثا، الحكمة في هذه المقولة تضارع حكمة حكمه، تضارع حكمه عليه السلام. على الأقل إن لم تكن مضارعة حكمه عليه السلام فهي لا تتنافى، إذا كنت بهذا التفسيرين، بهذين التفسيرين، بهذين المعنيين، لا تتنافى إطلاقا مع مبادئ الدين الحنيف، وأمير المؤمنين هو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، فلا تتنافى ولا يمكن. نعم، بالأخص إذا لاحظنا الشريعة وأحكام الشريعة بمجملها كيف تجعل للولد وللطفل للشخصية بشكل لا تجعل له شخصية مستقلة منذ بدايته، تهتم باستقلال شخصيته، وهذا هو منهج أمير المؤمنين أيضا، وعدم الإكراه منهجه واضح جدا في بناء شخصية الولد، ولكن في غير الثوابت الأخلاقية والدينية، في غير الثوابت والأخلاقية تجعل له مساحة من الحرية. فإذا لا بأس، ممكن أن نقول
أن هذه الحكمة لا تتنافى مع حكمة أمير المؤمنين عليه السلام. كم لي من الوقت جناب الدكتور؟ 4 دقائق. إذن نستنتج من المقولة قاعدتين تربويتين بالإمكان. القاعدة الأولى طبعا وبناء على ما تقدم من ورود اختلاف في لفظ الفعل المنهي عنه، تقصر والثانية تقصر، يمكن أن نستنتج قاعدتين تربويتين. الأولى إعطاء الفرصة الكافية والحرية اللازمة للأبناء في استقلالية شخصيتهم مع الاحتفاظ بضرورات وثوابت القيم الأخلاقية والدينية. والقاعدة الثانية فهي مع ضرورة الاحتفاظ بكل القيم والآداب المتناقلة بين الأجيال، لا بد من التوسع في تربية الأبناء بتربيتهم على آداب جديدة ومعاصرة تنسجم مع التطور الحاصل في وسائل الحياة وأساليبها. وأكتفي بهذا، وشكرا لحسن إصغائكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.